اعلم حضراتكم من جديد. يعني كان بالامس مباراه الاهلي واياكس امستردام واللي تالق فيها. الغريب بقى ان احسن لاعب فيها طلع هو حسام غالي بصراحه، يعني هو اللي متالق في المباراه وكان ماتش اعتزال. ومش عارف انا بصراحه ظاهره غريبه جدا، مش عارف ازاي بطل حسام غالي وكمان صلاح محسن احرز هدف عالمي، يعني هدف ما يجيبوش غير لعيبه عاليين جدا جدا، تحس ان هو عنده خبره مثلا مليون سنه. برضو حاجه برضو لازم نتكلم فيها. رحب بقى بنوصل الاول عشان نتكلم في النقطتين دول قبل ما نتكلم عن الاهلي في افريقيا والاهلي في الدوري العام. رحب بالنجم الكبير الكابتن رضا شحاته نجم مصر ونجم الاهلي. مش هقول بسم الله الرحمن الرحيم بقى، لا بلاش بقى. حبيبي ميدو عامل ايه، اخبارك ايه؟ كله تمام تمام الحمد لله. نور الدنيا. بنورك يا حبيبي. الشاكه دي حبيبي، ربنا يخليك، ربنا يخلي اللي مختار. انت فاهم بقى بين السطور ده بيني وبينك. كله تمام حبيبي زي الفل. تمام، عايز نبدا منين؟ نبدا بمباراه الاهلي واكس امستردام. طبعا غالي. طبعا يعني حاجات اللي احنا بنتكلم، اللي احنا بنتكلم على الـ على الـ احنا بنتكلم عن الجيل الجديد وبنتكلم عن الحاجات الايجابيه، فبنتكلم على حسام غالي. ده اللي احنا بنتكلم عليه، ان اللعيب اللي بيتعب وبيوصل بجهد وبعرق وبتعب وكفاح بيبقى ليه في الاخر مردود، ومردود واضح والناس كلها شافته امبارح. هي الفكره بقى ان احنا بس هنقابل شويه حاجات بعد كده، ان احنا عندنا لعيبه كتير جدا في نادي الاهلي محتاج ان احنا نعمل لهم الحاجات دي في اللي جاي، مش هيرضوا بعد كده يبقى نقلب المستوى عن المستوى ده. والله العظيم انا كنت اقول لك كده. يعني كنت اقول لك، كنت اقول لي انت اللي قلت لي برضه خلي بالك. في لعيبه يعني، في لعيبه السقف يعني لازم نادي الاهلي اكيد لما يجوا وقتهم في التوقيت زي حسام غالي كده هيبقى الموضوع بالنسبه لهم لازم يبقى على قد نفس او على نفس الحجم ده. حسام غالي اختياره كان موفق جدا في اعتزاله فعلا، ما صبرش على ان هو يحرق نفسه لان ده مهم جدا جدا. طب انا بتكلم في النقطه دي تحديدا كمان، يعني انا دايما بتكلم فيها مع ضيوفي ان انا مش حسام غالي عشان الناس بس تعرف انا بتكلم في المجمل. بتكلم في المجمل ماشي. هل ان انا اختار توقيت اعتزالي في قمه توهجي وقمه تالقي انانيه مني؟ لا. ليه؟ انانيه في ايه؟ ليه لا؟ لا ده لما اكون انا بس، ثانيه واحده بس، لما اكون انا مختار عشان بس ابقى فاهم، لما اكون انا مختار القرار بايدي، يعني مفيش يعني انت صاحب القرار بدون اي ضغوط. يعني ضغوط داخليه، ضغوط خارجيه، ضغوط ايا كان بقى، ظروف اسريه ايا كان، انا بتكلم ان انا مفيش عندي اي حاجه خالص وقلت يا جماعه انا خلاص انا هبطل كوره وانا ممكن ادي الفريق وممكن افيده، انا اناني كده، انا بفكر في نفسي بس. صح، بس انت خلي بالك النسبه اللي انت بتتكلم فيها قد يكون معدوم، مفيش حد بيبطل بدون سبب. طب حسام غالي بطل؟ حسام غالي انا انت بتقول حسام غالي انا بحتاج قرار، بس حسام كان ذكي في حته ان هو عارف ان ممكن الفتره اللي جايه ما بقاش متواجد بشكل اللي يليق بحسام غالي. ماشي، فهو مش هيبقى متواجد بالشكل اللي هو حاسس ان هو حاطه نفسه فيه. ماشي، فهو بس قرر بقى في العموم. انا كده معاك، قرر هنا، انا كده معاك، انا بكلم على حسام غالي بس. انا قصدي ان هو برضو قرار في التوقيت ده كان ممكن حسام يقول لك لا انا ممكن ادخل وادوس على نفسي وهاجم المباريات وهبقى متواجد بمستوايا، ولكن هتبقى صعبه. ده احسن واحد خلي بالك في الماتش يا رب، لان حسام غالي الوحيد في مصر جد. الوحيد في مصر اللي بيفكر قبل الكره ما تيجي، قبل الكره ما تيجي، عشان كده دايما قراره تبقى سهل، ما عندوش مشكله. الكره اللي بياخدها على صدره وبيغير اتجاهه، هو مقرر قبل الكره ما تيجي اصلا هو هيعمل ايه، فكانت الامور بالنسبه له سهله حتى هو لعيب. يعني انت وانت لعيب لو انت واخد القرار الثاني قبل الكره ما تجيلك الامور بالنسبه لك هتبقى سهله تمام. ده اللي حصل في الهدف بتاع الهدف في النادي الاهلي. هو مقرر هيعمل ايه قبل ما يستلم. صلاح محسن هو مقرر ده، احنا لازم نتكلم عنه. يعني بالظبط، ما ده اللي احنا بنتكلم، الفروق في اللعيبه هنا. الفرق بين اللعيب والتاني القرار اللي قبل استلام، يعني بعد استلام الكره انا هعمل ايه، لازم تكون مقرره قبل ما استلام. فهنا الفروق في اللعيبه كلها، واللعيبه كلها العالميين اللي بنتكلم عليهم دايما بيبقوا مقررين بدري. فحسام حاجه مشرفه جدا، اعتزال حاجه حلوه جدا. انا كانت امنيتي الوحيده ان هي تبقى في مصر، ولكن الظروف اللي كانت محيطه حاليا لا تسمح. كان هيقول لك 5000 متفائل، كانت يعني صعبه جدا. لا انا كان نفسي تبقى في مصر بجمهور، يعني بمكان الاستاد يبقى مفتوح، انا الوضع كان هيبقى مختلف تماما. الجماهير برضه عملت فجاه لحسام غالي ان هي مالت الاستاد امبارح. طبعا بس انت عارف لما تبقى عندك دي الازمه يعني انا شايف ان ده كان نقص الحاجه الوحيده، ما يبقى عندنا هنا كان العدد الاستاد هيبقى اكبر من كده. ولكن في المجمل حاجه مشرفه جدا، حاجه تليق باسم النادي الاهلي، لان هو في الاخر احنا ما بنمثلش حسام غالي بس، احنا بنتكلم على لعيب في النادي الاهلي. فلازم يتعمل له حاجه بحجم النادي الاهلي، وده حجم النادي الاهلي اللي احنا شفناه امبارح، وحاجه كويسه جدا. حسام غالي كمان على المستوى الشخصي انا اعرفه شخصيا،
هو عنيدي جدا، ما فيش حاجه اسمها هبدا ارمي الفوطه او ان انا بلغه الكوره يعني ان انا خلاص كسلت طب انا مش هلعب طب انا هريح، لا هو ما عندوش الحته دي خالص. الحاجات دي اللي احنا بنعلمها لاولادنا ان الاصرار والعزيمه والكفاح بيوصلك في الاخر ان انت توصل تبقى علامه مميزه في النادي الاهلي او في اي نادي انت بتلعب بيه باخلاصك وبمتعتك. واحنا بنتكلم ان جمهور المنافس بتاعك لما بيبقى بيشجعك يبقى دي حاجه خلاص انت كده وصلت لمرحله هائله جدا، وحسام غالي كان وصل لها يعني. تمام. يعني انا عايز اقول حاجه مهمه جدا للساده المشاهدين، في ناس كتير قالوا ان يعني حسام ما يعني قعد في نادي الاهلي فتره قليله، حسام مش عارف ايه، ناس كتير انتوا عارفين الناس احنا عندنا في الوسط الكروي ناس بتحب تضيف، مش عايز اقول بتحب تفتي، ما بحبش اقول الكلام بلاش الجمله دي. طيب ماشي يا محسن، يعني كل ما اجي اتكلم يا محسن في حاجه. طيب ماشي، طيب نشوف كريم احمد من اوغندا، طمنكم على بعثه النادي الاهلي الاول وبعد كده نتكلم في الموضوع اللي انا عايز اكلمكم فيه. كريم احمد اهلا بيك. تحياتي ليك وتحياتي للنجوم الاستاذ تحليل وكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. انا معايا كابتن رضا شحاته بيسلم عليك يا كريم. تحياتي لكابتن رضا طبعا كابتن الكبير، تحياتي لك يا كابتن رضا حبيبي يا كريم ربنا. اخبارك ايه الاول؟ طمنا عليك، كله تمام؟ كله تمام يا كابتن ميد الحمد لله. والجو عندك في اوغندا عامل ايه؟ والله احنا وصلنا الصبح فالحر كان خارج شويه لكن لسه بالليل اهو الجو يمكن ابتدى يعني يبدا يكون في هواء شويه كده، الرطوبه بس هنا عاليه شويه ممكن توصل 85% حاجه صعبه جدا هنا، لكن بنتمنى يكون يوم المباراه ان شاء الله يعني الجو يكون معتدل يكون مظبوط ان شاء الله يساعد فريقنا ان شاء الله في المباراه. اجهدت من الرحله كريم؟ والله مش انا اللي وجهت، اللعيبه اللي وجهت. ما انا بسالك انت الاول على اساس انت ما بتتمرنش فاعرف انت اجهدت ولا لا، يبقى كده نعذر اللعيب. لا اكيد اجهدت طبعا يا كابتن ميدو، اجهدت بس طبعا كان كله طبعا في حب كابتننا الكبير كابتن حسام تاني واحد النجوم من النادي الاهلي، واللعيبه كلها بصراحه كانت يمكن سعيده جدا وكانت واقفه مع كابتن حسام اخر لحظه، وباكد على اللعيبه الكبار كمان كان ليهم دور كبير جدا خلال المهرجان ده يوم الوصول واحنا في الطياره واحنا في الفندق، فاكيد طبعا كل اللعيبه ما حسيتش بالتعب ده قوي بسبب طبعا مصر ما يقدمه وما قدمه حسام غالي واحد من نجوم النادي الاهلي خلال مشواره الفتره اللي فاتت. يمكن نقدر نقول ان بعد الامارات او بعد رحله الامارات وتوجهنا الى اوغندا نقدر نقول ان اللعيبه حست بالاداء شويه، وبالتالي ان كابتن حسام اتخذ قرار واعتقد قرار سائق جدا بإلغاء المران اليوم كالعاده. لسه قايل انا لسه قايل لسه بعد اي وصول طبعا في اي سفريه تكون طبعا النادي الاهلي في البطوله الافريقيه او اي مباراه بيكون في كده تدريب مستشفى خفيف كده طبعا على احد الملاعب الموجوده او كده، لكن كابتن حسام شايف ان في كبير او ايجاد كبير من اللعيبه لان احنا وصلنا او اتحركنا طبعا من دبي الساعه 7 صباحا الى المطار، طبعا اتحركت قطعه وصلت بطريق الامارات وصلنا هنا للمطار رنكيبي الى الساعه 2 الظهر او الساعه 2 ونص الظهر، وكمان من المطار لفندق الاقامه في يمكن ساعه الا ربع او ساعه كمان، فيمكن مجهود كبير شويه على الفريق، فكان القرار زي ما بقول لك قرار صائب، لكن لو برجع معاك سريعا كده من بعد استلام المباراه على طول مباراه النادي الاهلي واياكس الهولندي كان ليا عدد كبير من لقاءات اللعيبه، اتكلمت مع السوليه، اتكلمت مع علي معلول، مع عاشور، مع الشناوي، في تركيز كبير قبل ما يسافروا الامارات في مباراه كامبالا، في تصميم ان شاء الله واراده كبيره جدا لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله، ظروف احنا عارفين ان في ظروف صعبه، الملعب لسه ما شفناهوش، هل هيبقى في بعض الامور الخاصه اللي فوق اللعيبه، الجو العام هنا هو اللي ممكن يبقى ليه تاثير كبير شويه على اللعيبه، لكن عندنا يمكن لعيبتنا عندها على قدر المسؤوليه اتعودت وراحت يمكن اكثر من كده كمان ودرجات اعلى من كده كمان، لكن بقول لك الحاله المعنويه يمكن مع اللعيبه مرتفعه جدا، الامور هنا ان شاء الله جيده، الغاء التدريب النهارده كابتن حسام لسه هيكون في جلسه مع اللعيبه بعد اللحظات هيحدد طبعا التدريب هيكون ملعب الساعه كام، هيكون اكيد طبعا في التوقيت بتاع المباراه الساعة الرابعة، لكن عايز اكيد يعني اوجه الشكر لكابتن سمير عدي الصراحة كابتن ميدو قايم بدور رائع جدا والله لسه برضه والله متكلم عليها كريم بس برضه حقيقة والله يا كابتن ميدو يمكن خالد مرتجي بصراحة يمكن اشاد بيه وحياه قايم بمجهود كبير جدا 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 هنا في اوغندا بجانب طبعا مسؤول السفارة بالكامل، استقبلونا في المطار طبعا كالعادة استقبال رائع، موفرين كل حاجة فندق الإقامة فندق مميز في مكان مميز على ما اعتقد بيساعد برضه ان يكون في فندق كويس بيساعد بعض اللعيبه طبعا على التقاط الاساس
حاجه يمكن طبعا بتساعد زي ما بنقول لما يبقى الفندق والامور والجو العام وفي تسهيلات كبيره جدا، يبقى اللعيبه تركيزهم الوحيد طبعا في فنيات المباراه والمباراه، ما بيبقاش في اي امور ثانيه خاصه طبعا بتحرجهم او بتشتتهم عن التركيز الكبير. بنتمنى طبعا كابتن ميدو المباراه ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي، واكيد هيكون في تدريب بدني بقى كده، اكيد هيكون في تدريب بدني في ميعاد المباراه ان شاء الله. يعني يا كريم طمني، قول لي انت كلمتني عن الملعب والاجواء والكلام ده كله، متهيألي لعيبه النادي الاهلي متعوده على مثل هذه الاجواء ومتعوده حتى لو الملعب وحش، خلاص احنا في افريقيا بقى وعارفين الدنيا عامله ازاي. كلمني على روح اللعيبه واصرارهم، وكلمني لو في الاصابات اخبارها ايه، وعمرو السوليه الدكتور لسه قاري خبر انا للساده المشاهدين منذ قليل قلت ان الدكتور النادي الاهلي بيقول ان عمرو السوليه لسه في الامكان ان هو يلحق بمباراه كامبالا سيتي، فلو عندك معلومات يا ريت تطمني. عمرو السلية يمكن زي ما بقول لك في فرصة كبيرة، يمكن زي ما انت بتأكد ان في فرصة كبيرة ان شاء الله ان هو يكون متواجد، لكن الخسارة الكبيرة يعني معلول طبعا، كنا نتمنى يكون متواجد في هذه المباراة كريم جدا، كنا نتمنى ايضا كمان يكون متواجد في هذه المباراة، في عدد من اللعيبة رجعوا زي ما انت عارف كابتن ميدو وعلي لطفي وهشام محمد للامتحانات، اكرم طبعا وعمرو سعداوي لعدم الصيت في القائمة الافريقية، ايضا اشرف طبعا تمام للاصابه، فكريم نبدو عنده الاماميه، يمكن هو شارك في مباراه اس حس بيها او نقدر نقول جددت عنده تاني، فكان في تطبيق طبعا ان هو ما يكونش متواجد. يعني هو كان مصاب اصلا يا كريم؟ يعني اتجددت ازاي؟ هو لعب ماتش، الماتش كان كويس جدا في الماتش، لكن حس بيها في الاخر كده، يمكن انت شفت الماتش طبعا كابتن ميدو اخر لعب باك ليفت، تمام يمكن نزل كده في الباك ليفت مكان صبري، فنقدر نقول يمكن كان في مجهود شويه جامد، سبرنتات طلع رجع كتير كده، حس بنبذه كده في العضله الاماميه، فيمكن اشتكى على طول منها، فضل طبعا الجهاز ان هو يمكن يعمل له طبعا تشخيص مبدئي من طبيب النادي الاهلي، نقدر نقول شد، لكن يمكن التشخيص طبعا اللي هيتم بعد الاشعاعات وكده نقدر نتعرف عليه طبعا اما يوصل كريم نزل الى القاهره ويقابل الاشعه طبعا على العضله الاماميه، لكن يمكن زي ما بقول لك عنده الصلايه ان شاء الله باذن الله يكون بكره وبعد بكره ان شاء الله في التدريب، نحاول ان احنا نشوفه كده في التدريب ياخد بعض الفقرات التدريبيه بالكره او يدخل في التدريبات الجماعيه، سواء يبقى موجود على دكه البدلاء او يبقى موجود في المباراه، مكسب كبير ان شاء الله عمرو السوليه في المباراه باذن الله كده. اكيد يعني هو التدريب اتلغى لكل اللاعبين كريم ولا للاعبين اللي شاركوا في مباراه حسام غالي بس؟ لا كافه اللاعبين يا كابتن ميدو، كل اللعيبه تم الغاء المران اليوم، كان متوقع ان ممكن يبقى في حتى في الفندق هنا لو في اي جنينه او في اي بارك موجود كده يبقى في بعض الاسترتشات او بعض الكلام ده، لكن في تفضيل كبير من كابتن حسام ان هو يدي راحه للعيبه تامه، اللعيبه ما نامتش يمكن نامت على فترات متوقعه زي ما متوقف ساعه طبعا زي ما بقول لك صباحا ومساء، يوم في الطياره ده بيبقى مقلق شويه متعب شويه، لكن يمكن زي ما بقول لك غدا هيكون هو التدريب الاول للنادي الاهلي لكافه لاعبي النادي الاهلي المشاركين ان شاء الله في مباراه في كامبالا، ويمكن زي ما بقول لك كده ان شاء الله بنتمنى يكون يوم المباراه الرطوبه تكون قليله شويه والجو طبعا يكون مظبوط، لان الصبح درجه الحراره صعبه جدا والشمس صعبه جدا، لعيبه النادي الاهلي متعوده، لكن احنا بنحاول ان احنا طبعا الواحد بيساعد طبعا شوف اي حاجه تساعد لعيبه النادي الاهلي على تجاوز هذه المباراه القويه والمباراه الصعبه نظرا لسوء التوفيق اللي قابلنا في مباراه الترجي، وزي ما بقول لك اتكلمت مع اللعيبه، اللعيبه قالت احنا عملنا اللي علينا في مباراه الترجي، قابلنا سوء توفيق المباراه دي عنق زجاجه بالنسبه لنا، مركزين بشكل كبير جدا، وهدفنا ان شاء الله ان احنا نعود هنا من اوغندا بثلاث نقاط هيكونوا مهمين جدا يا كابتن ميدو في مشوار النادي الاهلي في البطوله. اكيد الأفريقية. اكيد ان شاء الله الاهلي قادر ان هو يعمل كده، يعني الاهلي هو بس زي ما انت قلت يا كريم هو موضوع ان هو مش عايز اقول تعثر، انا بقول تعثر خلاص، لكن هو حاجه انا قلت دايما بقول ان هي ظاهره صحيه جدا، دايما البطل بيكسب وهيجي له وقت ان هو يخسر فيه او يتعثر فيه بعض الشيء، لكن شفنا الاهلي في دبي قدام اياكس امستردام، تحس ان الاهلي فريق اوروبي من العيار الثقيل جدا، هل هي اجواء؟ هل نفس اللعيبه؟ نفس الشكل؟ لكن الاختلاف والاداء والروح والكوره شفت الموضوع ازاي برضو قول لي. مباراه اياكس طبعا كانت مباراه ليها طابع خاص عند اللعيبه. كابتن حسام بدري يعني تناول هذا الموضوع ازاي؟ يعني كابتن حسام بدري اكيد كل الناس بتشوف الاهلي او شافت الاهلي حاجه. معلش استاذنك نعيد السؤال لان الصوت بيقطع، معلش يا كابتن. بقول لك يا كريم الاهلي قدام اياكس امبارح تحس ان هو فريق اوروبي من العيار الثقيل، ايه اللي اختلف؟ يعني ايه اللي اختلف عن قبل كده؟ كابتن حسام بدري اكيد شاف الموضوع ده، كل الناس بتتكلم الاهلي كان فايق جدا، الاهلي بيعمل كوره كويسه جدا، يعني الجو العام هناك رائع، الجو العام رائع جدا، الجو العام في استاد سعد بن زايد، الجماهير والملعب والاداء والحاجه يمكن تخلي اي فريق يكون متواجد، وخاصه فريق النادي الاهلي ان هي تبدع امام اي فريق سواء اياكس سواء برشلونه ريال مدريد، زي ما لعبنا قبل كده الجو العام هناك رائع جدا، كمان يمكن اللعيبه زي ما بقول لك ده يدل ان في تركيز كبير على مباراه كامبالا، اللعيبه عايزه تأدي مباراه، المباراه دي كانت تعتبر بروفه لبعض اللعيبه
الكابتن حسام ما حاولش ان هو يشارك كافه اللاعبين اللي هي كوكو مباراه كامبالا بعد الدقائق الثانيه، لكن زي ما بقول لك دول دليل كبير جدا ان في تركيز كبير من هذه المباراه لمباراه كامبالا. وده اللي انا كنت بقوله لك من شويه ان اللعيبه قالت قبل ما نطلع الامارات وقبل مباراه حسام غالي هو تركيزنا الكبير ان احنا يبقى في اعداد كويس لبعض اللعيبه اللي كابتن حسام عايز يشوفها، وايضا كمان تكون تركيز وبروفه مهمه جدا لمباراه كامبالا. النادي الاهلي كان ادى اداء رائع استقبال الجماهير والداليه هناك كانت حاجه رائعه جدا، وزي ما بقول لك الجو العام هناك وملعب استاد الزعيم بن زايد تحفه معماريه رائعه جدا جدا تساعد اي حد ان هو يؤدي امام اي فريق على مكاتبه. اكيد يا كريم. كريم احمد يعني بشكرك جدا، واتمرن بقى لان احنا هنحتاجك كتير قوي، لازم تكون في فورمه هايله عشان هتوفينا بتقارير كتير جدا لغايه مباراه كامبالا يوم الثلاث ان شاء الله. شكرا جدا لكريم احمد مراسلنا في اوغندا. زي ما قال كريم انا سالته وقاصد ان انا اساله السؤال ده، ايه اللي بيختلف يعني شوف الاهلي، شايف الاهلي امبارح بالشكل العام، هو احنا صعب ان احنا نعمل الكلام ده عندنا؟ هو كان الجمهور بدي لمسه بدي حلاوه للملاعب، فالجمهور اتشال، فالملعب دلوقتي تحس ان داخل في صحراء، لكن مفيش حاجه صعبه متهيألي يا كابتن. لا مفيش حاجه صعبه، لكن انت بتتكلم في اجواء مختلفه تماما. انت بتتكلم في اجواء وملعب ومفيش ضغوط برضو. الفتره اللي فاتت الاهلي كان عنده شويه ضغوط من النتائج اللي كانت موجوده، ولكن المباراه بالنسبه له مباراه حسابيا برضو لازم يكسب عشان برضو الجمهور يبقى مطمن، ولكن ما فيهاش ضغوط، ما فيهاش ضغوط منافسه على حاجه ان انت تلعب على حاجه، او ما لهاش هدف لازم تكسب يعني، ما فيش لازم تكسب دي. فمديك اريحيه مع اجواء الملاعب هناك مختلفه تماما عن هنا. الدول العربيه كلها الملاعب بقت مختلفه الا مصر. يعني عندنا لسه مشكله الملاعب دي ازمه، مش عارف ليه، مش عارف، لان انت مش بتكلف او بتهتم بالشكل المطلوب. فده هيديك نفس الناتج اللي احنا بنتكلم فيه في كل حاجه في كوره عموما في مصر. لسه لحد النهارده في الدوري المصري لسه بنلعب، يعني في ماتش واحد ممكن تلعب بثلاث اربع انواع كور مختلفين بالظبط. فانت بتتكلم في ملعب، في ارضيه ملعب، لا ده في حاجات يعني حاجات كده صغيره جدا، تفاصيل صغيره لكن تخليك في حته تانية خالص. واحنا كمان مصريين بنعمل اي حاجه، بنعمل اي حاجه في اي وقت في اي مكان، فكور، ملاعب، نجيله، عندنا شركات كبيره جدا ممثله زي امبي، زي سموحه، زي بتروجيت، الاهلي، زمالك، اتحاد، مقاولين، يعني عندهم ان هم يعملوا ملاعب عاليه جدا. لكن ان شاء الله نشوف السد الاهلي تحفه معماريه زي ما بيقول كده كريم احمد، زي ما السد هزاع بن زايد ان شاء الله يبقى النادي الاهلي باستاد وزي كده. قبل ما نطلع لكريم احمد كنت عايز اكلمكم في نقطه مهمه جدا بالنسبه لي. لو تشوفوا رد افعال اللاعبين امبارح على تويتر، على الفيسبوك، على انستجرام، على اي وسيله من وسائل التواصل، من السوشيال ميديا، كله بيقول حسام غالي قائد، حسام غالي اتعلمت منه، حسام غالي اخ كبير. خلي بالكم مش كلام، ان انا مش مجبر ان اكتب تويتر او ان انا اكتب على الفيسبوك حسام غالي انا بحبه، مش مجبر، ده لعيب وخلاص وحسام غالي بطل. لكن انا بتكلم كلاعب نادي الاهلي اللي كان زمان في ناس يقول لك ايه ده لعيب نادي الاهلي متضايقين من حسام غالي، اصل حسام غالي بيفتعل المشاكل، اصل حسام غالي مش عارف ايه، ده محدش مش عارف ايه مع حسام غالي. كل اللعيبه بلا استثناء امبارح بيتكلموا ان حسام غالي اتعلموا منه كتير، حسام غالي مخلص جدا جدا، حسام غالي رمز من رموز النادي الاهلي هم سموه كده، حسام غالي قائد، حسام غالي كابتن، وحسام غالي قلبنا، حبنا، عمرنا، كل الكلام ده. عشان كده النادي الاهلي عامله بكده. خلي بالكم النادي الاهلي عامل حسام غالي بما يجب ان يكون حسام غالي، مش اللي هو عمله فعلا، لان اللي هو عمله فعلا لا، لكن كان ممكن يعمل اكتر من كده في ظروف اكتر من كده، بامكانيات اكتر من كده، مش عايز ادخل في التفاصيل. كان ممكن يعمل. عشان كده الكابتن محمود الخطيب تحديدا هو عامل حسام غالي بما يجب ان يكون حسام غالي، هو ده قدره الحقيقي فعلا، حبه واخلاصه وانتمائه وعصبيته الزايده قوي وحبه الزاده قوي النادي الاهلي هو اللي خلى مجلس اداره النادي الاهلي يكرمه التكريم، اللي فيه ناس مش عارفه حسام غالي كويس ومش عارفه قيمته كويس، قالوا ان هو تكريم زايد عن اللزوم. كان لازم اتكلم في النقطه ديت، لان بصراحه انا مش فوجئت، بس كان فعلا كل اللعيبه بلا استثناء. عايز اعلق محمد صلاح، لعيبه المنتخب، محمد صلاح، مش احمد عادل المقصه، مش عارف مين، كله اللي اتعامل مع حسام رضا منزل تويتات ومنزل على الفيسبوك على انستجرام. هقول لك الفرق بين الناس اللي هي في الشارع اللي هم بيشوفوا الموضوع من بعيد، وفرق ان احنا عشره. يعني ايه عشره؟ يعني احنا طول الوقت مع بعض، في وقت انا ميدو ممكن يكلمني بطريقه مش كويسه، الناس بتاخد الجزء ده
وتقول لك ده هو علاقته بميدو وحشه جدا. هو اصلا ما يعرفش الكواليس ايه. فهنا بيبقى في وقت في عصبيه بتبقى موجوده بين اتنين ممكن تبقى موجود بين الاب وابنه. وهنا ما فيش حب. هو الحب موجود ولكن الطريقه في الوقت ده لازم اعنفه عشان اخليه ياخد باله انت بتعمل حاجه غلط. مش معناها ان انا بهينه ولا معناها ان انا مش مقدره او بكرهه او ما بحبوش. الفكره كلها ان انا بوضح لك نقطه معينه. عشان كده دايما مشاكل النادي الاهلي حتى اللي كان بيكلمها مع حسام غالي ان هي مشكله صغيره جدا لان هو بيبقى بيعنف حد في وقت صغير في الوقت ده والمشكله بتخلص لان اللاعب عارف ان هو ما بيقصدش يهينه. الفكره كلها ان موقف في ملعب فلازم يتكلم بطريقه ناشفه شويه. اللاعب بيتضايق فالناس بتاخد الحته دي يقول لك حسام غالي مش عاجبه اللعيبه وبيتمنظر على اللعيبه وبيعمل حاجه. ما فيش الكلام ده خالص. الفكره كلها ان انا في توقيت لازم اعنف حد وفي توقيت بيطبطب على الناس كلها. هل النهارده يبقى لعيب انا مش طايقه في الملعب او بكرهه او بيعاملني بطريقه وحشه حسام غالي يجيبوني الاقي الملعب كله بيجري على حسام غالي ينط في حسام غالي؟ بالظبط. صغيرين الجيل اللي كان طالع لو كان بيقول لك مشكله مع حسين اول واحد بيجري على حسام غالي حسين. بالظبط. طب ازاي يا جماعه؟ يعني يا جماعه بصوا بعينيكم قبل ودانكم. ده اللي بتكلم فيه. في الحاجات الصغيره لازم يركزوا فيها بس في ناس بتحب تكبر المواضيع. ما ده اللي انا بتكلم فيه وبتكلم كمان اللي الناس اللي بتقول ده زياده او الدنيا زياده. لا هو مش زياده، هي دنيا طبيعيه جدا والنادي الاهلي عارف قدر حسام غالي وعارف حسام غالي هيكون قدر ايه. معلش يا ميدو، قدر حسام غالي وقدر النادي الاهلي هو الاعتزال ده؟ هو مش ده بيمثل النادي الاهلي؟ هو انا دلوقتي يا جماعه الاعتزال ده انت ليه واخدين ان حسام غالي بس؟ النادي الاهلي طرف فيه، ده ابن النادي، ده ابن انا، فانا بعمل له حاجه تليق بيه وبيا. بالظبط. احنا بنعمل بحجم نادينا مش بنعمل بحجم حسام غالي بس. بالظبط. بس في فرق برضه يا يعني في فرق. طبعا طبعا. ان قد ايه الناس عارفه حسام غالي من جواه او حسام غالي الحقيقي. القريبين منه جدا عارفين. بالزبط. قريبين منه وطلع كل النادي الاهلي قريب من حسام غالي. طبعا. مش عارف حسام قريب التعاملات الشخصيه انسان هايل يعني. نفسي انا عارف ان هي حاجه صعبه جدا الاقي مثلا الدنيا اتغيرت وحسام غالي مثلا هيلعب افريقيا بعد كده. مش عارف ازاي. صعبه دي. مش عارف ازاي. والله مفيش حاجه صعبه. ربنا يسهلها ان شاء الله. يعني كابتن رضا نقفل موضوع حسام غالي نتكلم في هدف صلاح محسن لان انا فعلا الهدف ده يبين لك قيمه صلاح محسن. طبعا. امبارح بلال علام قال لك الغالي ثمنه فيه. طيب ده مش الهدف ده بس. ده انا ده المباراه الاخيره الترجي اخر خمس دقائق. لا نزل قلب الدنيا ما انا اتكلمت. يا جماعه احنا يعني هو انت بتتكلم لا مش عايزين ناخد ان هو جابه هدف احنا مش عايزين نتكلم في فكره الهدف. برافو عليك. انا بحب اتكلم في تفاصيل صغيره. برافو عليك. اللعيب ده كان عايز يعمل ايه في ثلاث دقائق؟ عايز يعمل ايه؟ راح للجون كم مره؟ بالظبط. هي دي الفكره. واتعامل مع الجون كم مره؟ فكره عيب الوحيد اللي دلوقتي اللي هو يا عيني انا مشفق عليه ان هو مضغوط عليه بحيث ان هو الثمن اللي هو جاب بيه فده ضغط عليه نفسيا. هو عايز يعمل كل حاجه في الدنيا عشان يوصل للناس ان انا ايه يا جماعه عايزين نقفل باب الرقم اللي دفع فيا ده لان هو دفع في النادي. هو مش الحته دي صلاح اصل انا عارف دي اكتر حته. مش الحته دي. هو صلاح محسن من اللعيبه اللي عايز معامله كده بالراحه. يعني في لعيبه انا ضد الموضوع ده تماما ان انا بتعامل بسيستم واحد مع كل اللعيبه واللعيب لازم يمشي على السيستم. انا ده مبدئي. لكن في لعيبه غصب عنك لازم تنزل لها تجيبهم. طبعا تنزل لها مش تطلع لها تنزل لها. فهنا هو مضغوط عليه بحته دي برضو. الناس فين دافعين وفلوس وفين وما بيلعبش ومش بيشارك. يا جماعه واحده واحده. يا جماعه واحده واحده. جون ما يجيبوش الهدف اللي كنت بتكلم عليها من شويه. حسام غالي او ميزه كانت في حسام غالي ان القرار الثاني هو واخده بدري. يعني هو صلاح وهي الكره اصلا في الهواء هو مقرر هيعمل هو استلم عشان هيعمل كده. فكانت الامور بالنسبه له سهله وكان رد فعلها على حارس المرمى صعب لان ما خدش وقت أوي. يفكر هيعمل ايه او هيشوط او هيستلم. طبيعي في المكان ده هتستلم وهتقف شويه. انما هو كان قراره سريع جدا. فلا هو لعيب هايل. لعيب هايل. انا متاكد ان هو لعيب هايل ولازم نصبر على لعبتنا يعني واحده واحده. طبيعي زي ما انت واحده واحده. طبيعي زي ما انت قلت ان هو لازم يحط الكره تحت رجليه. لكن طبيعي. مش طبيعي اللي هو عمل القرار ده. ما هو ده الفرق بقى. ما هو ده فرق اللعيب رقم واحد واللعيب رقم اثنين واللعيب رقم ثلاثه. اللعيب المحلي والدولي واللي هو في حته ثانيه خالص. في مجاميع كده بتبقى في حته ثانيه. مين اللي في حته ثانيه؟ هتلاقي حسام غالي. محمد بركات. صلاح هيبقى من النوعيه دي اللي قراره حاضر قبل الكره ما تيجي. دي بتبقى قليله في معظم الانديه. يعني واخد الكره بصدره في الهواء. مش هو في الارض طالع على الهواء وكده في الهواء والكره يا دوب حاجه. مفيش ما هو ما لحقش. لو خد ثانيه حارس المرمى هيصدها. الفكره هنا ان انت قرارك بسرعه. دي الفروق يا ميدو لما بنتكلم ان اللعيبه المميزه واللعيبه الاقل شويه في الحاجات اللي هي بنتكلم عليها دي. فدي حاجات صغيره ولكن مهمه جدا. صلاح محسن وقلت لكم قبل كده يا جماعه
ما هو الحمد لله يعني بنتكلم في الكوره الحمد لله بعرف انا بتكلم فيها ازاي على فكره. قلت لكم على وليد ازارو، قلت لكم على صلاح محسن. اول ما وليد ازارو راح الاهلي او جه الاهلي ناس كتير قوي انتقدته، للاسف في لعيبه كبيره كمان انتقدته، لكن المقياس مش ان انا جايب لعيب بيجيب جون كام جون، انا المقياس ان انا بجيب لعيب بيروح للجون كام مره عشان كده هو هيجيب بعد كده كتير. بس انا بقيم اللعيب كده، اللعيب وليد ازارو كان بيروح للجون كتير جدا، يجيب لك واحده مثلا يجيب لك، لكن كان بيروح كتير. فان انا اجيب او ما اجيبش دي خلي بالكوا دي فيها توفيق كبير قوي من ربنا، لكن انا اروح للجول وتواجد في المكان اللي ممكن اجيب فيه جول ده صعب جدا جدا، موضوع تاني. زي صلاح محسن بيتعامل مع الجون ازاي او بتشوفه على الجون ازاي، بتشوفه كتير جدا زي ما انت قلت. انا رضا ماتش الترجي نزل صلاح محسن صلاح محسن صلاح محسن صلاح محسن، فلا موضوع فعلا. لا كمان حته وليد ازارو، وانت برضو يعني انا استغربت كان في ناس بتنتقد وليد ازارو في جزئيه ثانيه خالص بقى. كمان لعيبه كانت في ناس كبيره يعني ناس في الكوره كبيره جدا كانوا بينتقدوه، يقول لك ان هو لازم راس حربه لازم يجيب هدف. هو مهم ان يجيب هدف أكيد. ولكن انا لو انا بشتغل كمدير فني الناس اللي تحت وليد ازارو استفادت قد ايه بالظبط؟ اهداف الفتره اللي كان وليد ازارو ما بيجيش فيها اهداف، كل الناس اللي كانت في خط ظهر وليد ازارو لو الصف الثاني الثلاث لعيبه اللي تحت كلهم بيجيبوا اهداف منين؟ بالتحرك بتاعه، لانه هو عامل قلق للمنطقه دي، فالناس كلها عينها على وليد ازارو، فبيديك انت بقى السهوله ان انت تتحرك في ظهره فبتجيب اهداف كتير. فكان ايجابي برده، هو الايجابي لازم يبقى هدف؟ لا الايجابي مش هدف بس بالزبط. عنده حاجات مميزات كتيره جدا كنت بستغلها في النادي الاهلي بالظبط. وده برده انت بتوديني في حتت يعني ما كانش في دماغي ان انا اتكلم فيها، اللعيب او المدرب يقول لك انا عايز لعيب يجيب لي جون في اي وقت في اي ثانيه. هو لعيب انا عارف ان هو هيجيب جون بيكون واقف في ال 18 لعيبه مش متحرك بس بيجيب جون. طب افرض ما جابش جون بالزبط. يعني افرض الكوره ما جاتلوش في المكان اللي هو فيه، لكن اللعيب المتحرك اللي بيروح لجون هقدر احل اعمل الجمل كتير بصراحه. ده اللي انا الجمل ده كتير. اللي انا بعشق ده يعني هدف من اهداف صلاح محسن، لعيب ان شاء الله جاي وجاي بقوه جدا. نقول ايه بس تاني؟ تستعجلوش عليه بس، تستعجلوش على الولاد وتضغطوش عليهم. خلي بالك لان الناس فاهمه ان ما بيكتب حاجه على الفيسبوك او حاجات كده الحاجات دي كلها بتوصل للعيبه فبتاثر، بتاثر عليه نفسيا وبتضايق. احنا محتاجين كل الناس، فانت لازم تبقى في طول الوقت مع لعيبتك، لان انت ما تبقاش حاجه سلبيه ضده او ما تمشيش في نغمه ان انت تضر اللعيب بتاعك. هو احنا بنقول للناس كده، احنا بنقول للناس او لجماهير النادي الاهلي، احنا بنخاطب جمهور الاهلي لان طبيعي ان المنافسين عايزين يوقعوك بالزبط. فانت ما تمشيش معاه في نفس الخط بالزبط. ده الفكره، انا ما امشيش مع ناس في نفس الخط بتاع بالزبط. اللي هو عايز يوقعني يعني. بالظبط. بس انا مش هفرض على الجماهير ما تكتبش، يعني انا مش هقدر افرض على ملايين الملايين ان هي ما تكتبش. اكتب كده كده يكتبوا، ما حدش هيسمعك كتير قوي او ما حدش هيقتنع بيك. وانا عايز اكتب، انا متضايق اكتب، لكن انا دايما بقول للاعيب الكوره انت لازم يكون عندك تصميم من جواك واراده من جواك وشخصيه من جواك انت تتحمل كل الانتقادات طالما انت عايز توصل لهدف معين. طبعا انا ميسي بنتقدوه، انا الفكره كلها بيدو ان انا بتكلم ان احنا دايما بننتقد من اجل الانتقاد بس صبت. احنا بنعلم الناس او بنقول للناس ما تنتقدش في يعني ما تنتقدش وخلاص، انتقد في 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 الحدود او انتقد في الحاجات اللي انت بتبقى مكرره ممكن انتقد فيها، انما انت بتنتقد من اجل الانتقاد بس عشان تبقى حاجه سلبيه لا. ما انت نفسك ما تبقاش قابل ده على نفسك يعني انا قصدي دايما بحط نفسي في مكان اللي انا بنتقده بالظبط. انا لازم استنى على نفسي لان احنا بالزبط. ميدو احنا ملائكه؟ احنا مش ملائكه، ما فيش بني ادم ما بيغلطش، طبيعي ان اي حد بيغلط ولكن انت ازاي تعالج الغلط ده وتخليه هو ما يكرروش تاني. هو ممكن يقول لك طب والله لا اعمله تاني ده احنا اتعلمنا ده وتربينا على ده ان انت طول الوقت بتعلم ده ازاي يعمل الصح بطريقه القائك للكلام معاه، ان خلي بالك ان انت ما تعملش ده تاني عشان ده ممكن هيضر كذا ويعمل كذا فيقول لك حاضر. انما انت ممكن تقول له بطريقه يقول لك طب لا مش هعملها زي ما بتعامل ولادك بالظبط. هي نفس بالزبط. الفكره، ما ينفعش تنتقد من اجل الانتقاد وخلاص بالظبط. كمان اللي لفت نظري يا كابتن رضا ان حسام غالي لما قالوا له مين لعيب يعني اللي شكله حسام غالي قال لهم كريم ندفد، برضو دي لفتت نظري. ايه رايك؟ انا مقتنع بكريم ندفد جدا لان انا ما ببصش لكريم ندفد الفتره دي انا بصيت له في وادي دجله لما بتتكلم عليه في فترات قطاعات الناشئين كان غير الاهلي خالص وفي الناشئين كان غير الفتره دي خالص. طب ليه؟ مين في مصر لعيب صغير ناشئ يستحمل الضغط ده؟ هات لي ده لعيب لو لعيب اللي هي لعيبه كبيره في منتخب مصر لو عليها الضغط ده ان هو في فتره مش موفق وعليه الضغط ده ما هيعمل ايه؟ ما هو هيقع. كابتن حسام كان لازم يلعبه تاني ولا كان ممكن يريحه شويه؟ لا كان لازم يستريح شويه لان الوقت ده الضغط على الولد جامد جدا جدا جدا. امكانياته كويسه ولكن الضغوط اكبر من اللعب الكوره، ضغوط في نادي الاهلي في نادي الاهلي موضوع مختلف عشان كده دايما بقول النادي الاهلي لما بيجي يختار لعيبه ما ينفعش يختار احسن لعيب في نادي معين اي نادي
هي ما بتختارش احسن لعيب شخصيه، انت بتختار احسن لعيب واحسن شخصيه، لان انت هنا بتلعب 20 ماتش مثلا في نادي في اي نادي في مصر، انت هتيجي النادي الاهلي هتلعب 60 شخصيه في 3 فشخصيه. فانت هنا لما بتيجي تختار اللعيبه بتاعتك بتختار حاجتين، لازم يبقى لعيب كويس وشخصيه كويسه عشان الاثنين لما يتربطوا ببعض بتزود عليه الحمل او هتزود عليه الضغوط يستحمل النادي الاهلي. ما ينفعش اجيب لعيب كويس بس، لعيب كويس بس مش هيكمل في النادي الاهلي. انا بتفق معاك، نسب هي نسب، بتفق معاك بس في حته يعني كده قول بتبقى على المدير الفني شويه. ايه ايا كان مدير فني بقى، كابتن حسام، مستر مانو جوزيه، مش عارف، احنا بنتكلم في العموم مش بنتكلم على حد بعينه. المدير الفني بقى ليه دور في تطوير شخصيه اللعيب طبعا الضعيف طبعا شخصيا طبعا، او ان هو يوقعه. لسه الانس انت لسه قايلها من شويه على صلاح محسن، اللي هو لازم معامله خاصه مع صلاح، ما ينفعش عامله زي الناس. هي دي فكره المدرب. المدرب انا بشوف كل واحد في حاجات ثوابت، في حاجات ثوابت عندك في التدريب، ولكن انت في الاخر الفيصل ان ميدو بيتعامل بالطريقه دي، رضا ما بيتعاملش بالطريقه دي. وانا عشان اوصل في الاخر انا مش بدلعه، انا بوصله ان انا اخد منه اعلى حاجه بالزبط. وفي وقت العقاب، العقاب على الكل بالزبط. ولكن في وقت من الاوقات لازم اغير السياسه بين رضا وميدو عشان بالزبط. في الاخر اخد منه الناتج اللي انا بتكلم عليه بالظبط. شخصيه المدرب، شخصيه المدرب. طيب قبل ما نتكلم عن مباراه الاهلي وكمباله سيتي المهمه جدا يا كابتن رضا اللي كل الجماهير الاهلاويه بتستناها، وعايز التلات نقاط دي يعني بايه؟ باي طريقه؟ هي الاهم من الفرقه دي ان احنا عايزين نكسب وبس. يعني انا لو هي اي فرقه ثانيه عايز اكسب. ثلاث نقاط، ايوه بالظبط، احنا عايزين نكسب الماتش ده. ثلاث نقاط هيرجعوا حاجات كتير قوي طبعا ما راحتش على فكره. حاجات كتير قوي ما راحتش، بس ان شاء الله ثلاث نقاط ان شاء الله الاهلي قادر يعملها. نروح لتقرير صوتي نسمع فيه الاهلي وكمبالا سيتي، ونرجع لحضراتكم مع الكابتن رضا شحاته. يحل فريق النادي الاهلي ضيفا على فريق كامبالا سيتي الاوغندي الثلاثاء المقبل في ثاني جولات دوري المجموعات بدوري ابطال افريقيا. هي المباراة التي تعني الكثير بالنسبة للنادي الاهلي، خاصة بعد التعادل السلبي في اللقاء الاول امام الترجي التونسي. لذلك يسعى الجهاز الفني بقيادة حسام البدري للفوز من اجل صدارة المجموعة، خاصة وان فريق تاون شيب البوتسواني حقق الفوز في اول جولة على حساب فريق كامبالا، وبات في صدارة المجموعة بعد الجولة الاولى. البدري يخوض المباراة المقبلة في ظروف صعبة، أبرزها إصابة عدد لا بأس به من اللاعبين الأساسيين، أبرزهم المغربي وليد أزارو، الناجري جونيور أجاي، التونسي علي معلول الظهير الأيسر، إلى جانب إصابة عمرو السولية وعدم الاستقرار على إمكانية لحاقه بالمباراة من عدمها. لعل الفوز على فريق أياكس أمستردام الهولندي وديا أمس في مهرجان اعتزال حسام غالي كابتن الفريق أدخل الثقة في نفوس الجهاز الفني، خاصة بعد الإطمئنان على اللاعبين سواء الأساسيين أو الاحتياطيين، وكذلك العائدين من الإصابة، خاصة سعد سمير مدافع الفريق والمنتخب الوطني الذي تعافى من إصابته بكدمة في الركبة خلال مباراة الزمالك في الجولة 34 من الدوري العام. كما تم الاطمئنان على حسام عاشور وصلاح محسن بعد إصابة الأول في إصبع القدم والثاني بكدمة في الأنكل، وذلك خلال كرات مشتركة مع زميليهما أحمد فتحي وباسم علي في ميران الفريق. الجهاز الفني للأهلي يعي تماما صعوبة مباراة الثلاثاء المقبل، لكنه يثق تماما في قدرة لاعبيه على تحقيق الفوز، مستغلا خبراتهم في البطولة الإفريقية ورغبتهم في الخروج من الكبوة التي يتعرض لها الفريق خلال الفترة الماضية. اهلا بحضراتكم من جديد. شفتوا لو سمعتوا التقرير الصوتي عن مباراه الاهلي وكامبالا سيتي، مباراه مهمه جدا، وجماهير النادي الاهلي تحديدا عارفه يعني ايه اهميه هذه المباراه بصرف النظر عن الاداء، بصرف النظر عن اي حاجه. عايزين ثلاث نقاط مهمه جدا عشان الثقه بس ترجع. الثقه مش مفقوده خالص ولا يا كابتن؟ لا طبعا، ثقه يعني ولا مهزوزه والله. لا طبعا ولا اي حاجه، لان وارد ان بيحصل في الكوره، واحنا ما رحناش بعيد يعني، او ما
الموضوع مش مقلق، ولكن خلي بالك ان دي ميزه في النادي الاهلي. الدنيا مقلوبه عشان مباراتين بالظبط. الناس عايزه تعرف هو الاهلي ليه كده، هتعرف لما النادي الاهلي مباراه او الثانيه تعادل في خساره الدنيا مقلوبه. الموضوع مش مفتوح، وانا قاعد سنه مثلا النتائج كلها، فالناس بتبدا تتكلم بعد 6 شهور، بتتكلم بعد مباراتين سنه يعني. مباراه خساره في تعادل الدنيا مقلوبه. فهنا قيمه النادي الاهلي وان الدنيا بتبقى عامله ازاي، شكلها عامل ازاي، فهنا الفرق بين بين النادي الاهلي واي مكان تاني. كامبالا سيتي لعب تاون او لعب تاون شيب رولز، خسر المباراه في مباراه في تاون شيب، خسر 1-0. كامبالا سيتي ان شاء الله كريم احمد يقول لنا برضو الملعب والظروف والجو عامل ايه هناك، وقال طبعا ان الرطوبه عاليه جدا هناك، ده طبيعي، ده طبيعي ان الاهلي متعود على الكلام، طول عمرنا بنلعب كله بيلعب في الجو ده وخلاص يعني. ومين يعني احنا بنلعب في ده، الملاعب دلوقتي في افريقيا بقت كويسه جدا يعني، اتغيرت الدنيا بقت تمام يعني، ده زمان كانت الدنيا كانت كوارث، فدلوقتي لا الدنيا زي الفل يعني. الجو ممكن يبقى فيه مشكله، ولكن اللعيبه كام تلتين اللعيبه موجودين الجو ده بتاعهم يعني متعودين عليه، والظروف بس تبقى مهيئه في يوم المباراه، ما يبقاش في مطر، ما يبقاش في حاجه تكلل، هي دي الحاجات اللي بتقلقني شويه، مطر بس، انما الجو. طب انا فتحت بقى اللعيبه وتلات ارباع اللعيبه، عايز اقول لك انا اتكلمت قبل ماتش الترجي وقلت ان انا خايف من التجانس الافريقي، التجانس الافريقي مش التجانس المحلي، التجانس المحلي لعيبه كتير لعبت مع بعض، بتفرق يا رضا؟ بتفرق تفرق، ان اللعيب بيحفظ تحركات اللعيب، اقرب لعيب ليه يعني، الهاف ليفت والباك ليفت قريبين من بعض، اللعب كتير مع بعض بيحفظه. هو مش محتاج ان هو يستنى هو هيعمل ايه، انا حفظت طريقه اسلام محارب مثلا، هو اسلام بيحب طريقه معينه او طريقه لعب معينه، وانا بلعب بجنب اسلام مثلا، فانا خلاص انا اوتوماتيك ما بقتش ببص عليه، انا بقيت بمسك بلعب بالكوره بلعب عليه على طول. فدي فكره ان انت التجانس، ودايما هات الفرق اللي سمعت او الفرق اللي علمت في الدوري لازم يبقى في تجانس الافريقي. انا بكلمك في المجمل، فما بالك الافريقي؟ أيوة ما هو الافريقي بس عشان المساحه ضيقه في في اللعيبه، العدد بيبقى اقل يعني. انا هقول لك القائمه تاني ونشوف كم لعيب عنده خبرات افريقيه. تمام. هفكر برضو الساده المشاهدين، محمد الشناوي، شريف اكرامي، دول حراس المرمى اللي سافروا مع الكابتن حسام بدري في كامبالا سيتي. تمام. هنقول الشناوي لعيب دولي خلاص، لعيب دولي لعب منتخب مصر ناشئين وشباب برضه، اكرامي طبعا موضوع مختلف. سعد سمير تمام، لا يعني علم. تمام. محمد نجيب نفس الكلام، احمد فتحي كمان، محمد هاني، عمرو السليه شويه ولكن لعب، عمرو السليه تمام، وليد سليمان تمام، تعالى بقى احمد حمودي ماشي، باكا ماشي، ميدو جابر، مروان محسن، ميدو باكا افريقي اوكي. بنتكلم على التجانس الافريقي، البطولات الافريقيه، هو لاعب في افريقيا ماشي 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 يعني انا عايز اتكلم عشان نشوف كام لاعب، نتكلم التجانس ده بيجي بالمشاركه في افريقيا عموما. تمام. هو يعني هو هنا تمام، مروان محسن، صابر رحيل، حسام عاشور، احمد حمدي، صلاح محسن، باسم علي، واسلام محارب. احمد حمدي شويه غالبا بس ممكن، انما في المجمل لا، النادي الاهلي صلاح محسن بس خلي بالك صلاح من الناس اللي عندها شخصيه، ما يعني لازم يعني تحط دي في الحسابات، التجانس الافريقي ان انا العب احتكاك وظروف وفي لعيب ما بيفرقش معاه يعني، في شخصيه مش ما بيفرقش معاه، نظر انه بيفرقش معاه ان هو مش محتاج ده، لان هو عنده شخصيه اللعيب الكبير، فما بيدخل بسرعه معاك. زي ما في لعيبه بتدخل بسرعه جدا في النادي الاهلي، في لعيبه بتاخد وقت، في فروق، في ناس بتدخل اوتوماتيك بسرعه شخصيته، وفي ناس لا بتاخد وقت، هي دي الفكره في الاثنين. هي يعني الفكره كلها ان الوقت ده هو ده الوقت اللي احنا بس بنتكلم فيه، ان احنا الدنيا فيه عشان الاهلي تعادل في خساره في تعادل، فالدنيا بس قلقانه شويه، ولكن نادي الاهلي الاحتكاكات والظروف احنا بندور في كل فرقه على اتنين لعيبه بس عندهم خبرات بالظبط، عشان تعمل ثبات. بتتكلم فرقه بطل، انت بتتكلم في موضوع مختلف، هدفها وكام لعيب بيلعبوا على البطوله دي كذا يعني، بقى لهم كام سنه ومحتاجينها بقى لنا قد ايه. هي فكره اللي انا بقولك عليها ميدو، ان احنا بنتكلم ان فرق الدوري المصري عموما لو ناخدناها حاجات الصغيره، دايما الفرق اللي عندها تجانس بتعمل نتائج. شفنا ده في نادي الاهلي فترات، مستر مانويل لما كان مع مجموعه الاسماعيلي اللي كانوا بيلعبوا مع بعض الاسماعيليه، وبعد كده جم النادي الاهلي مع مجموعه من النادي الاهلي بيلعبوا مع بعض بقالهم فتره، مع ناس اثنين او ثلاثه بيدخلوا كل سنه، فبقى شكل النادي الاهلي اللي احنا شفناه الفتره اللي فاتت. ام بي فتره من الفترات تجانس من الدرجه الثانيه، المجموعه طلعت مع بعض، تجانس حافظين بعض، هم حافظين بعض، كنت انت في الفتره دي ما موجود معاهم،
فرقه هايله، حرس الحدود في وقت من الاوقات مجموعه هايله متجمعه. ده اللي انا بتكلم فيه، فالتجانس بقى هي مش تجانس، ده هي تجانس، ده حافظوا بعض بالظبط. فهنا الامور بقت ماشيه، اي مدرب هيمسك فرقه بالشكل ده هينجح. تمام تمام. لو قلت لك قيم لي علي معلول الفتره اللي فاتت دي كلها، هتدي له كام في الميه؟ لا بص، علي معلول انا دايما بصنفه في المباريات النهائيه. يعني دايما النهائيات موجود، دايما في المباريات الكبيره هتلاقيه موجود. في الحاجات اللي هي الدوري والمباريات اللي هي المجموعات والحاجات دي لا يتعدى 50% من امكانياته. امكانياته هو لا يتعدى 50%. تعالى بقى النهائيات والقبل النهائي والمباريات الصعبه. طب ما انا لما كنتش كويس في البدايات عمري ما اوصل النهائيات. لا انا قصدي ان هو شخصيته بتفرق قوي، بيتحول. ما انا ما اعرفش دي بتحصل ازاي. لا ما تعالى انا بيتحول ده انا بقيسها بنقيسها يعني بالسنه اللي فاتت. كحاله فرديه قصدي. مش في العموم. لا كحالته الفرديه هو في النهائيات دايما، في حتى السنه اللي فاتت هايل، لعب مؤثر جدا. يعني انت انا بتفرج على ماتشات في النهائيات بقول يا رب ما يحصل له حاجه. لان هو اللعيب المؤثر او المحور اللعب النادي الاهلي من عند علي معلول. تيجي بقى في المباريات الدوري والحاجات دي انا بحس ان هو يعني انا موجود. انا متواجد، باك ليفت محترم بيقف بيقفل، بس في حدود الامكانيات، او المباراه هي حدودها كده او امكانياتها كده. ولكن في المباريات الصعبه لا موجود. وليد سليمان على فكره نفس الشخصيه. لا وليد، ولكن وليد موضوع تاني. لا انا قصدي ان وليد نفس الشخصيه، ولكن وليد في وقت المباريات الصعبه الرخمه اللي هي في العادي بيغل بقى، بيبدا يطلع الشخصيه الثانيه. علي مش كده. وليد ذكي. علي مش كده. دايما بقول وليد ذكي. وليد ذكي جدا، وده ذكاء مطلوب ان طبعًا. انا ابقى متواجد في الوقت اللي مفيش حد متواجد فيه. اللي مفيش حد متواجد فيه بالزبط. انا موجود. وليد انا قصدي ان وليد قريب من نفس الشخصيه. ولكن وليد في وقت لا الدنيا صعبه لا هو بيبقى انا هنا. بيحل لك اي حاجه، بيعمل لك اي فاول، ضربه جزاء، حاجات كده. عشان كده كان برضو بيلفت نظري لما احمد الطيب قال يا وليد انت جاي تطلع اخر 10 دقائق. ما انا قعدت اقول لك وفر مجهودك، احنا محتاجينك اخر 10 دقائق. هو على فكره وليد في حاجات في الكوره لازم يظبطها. يعني في اوقات بيضغط في حاجات مش مستاهله، فدي بتاثر معاه. ولكن خلي بالك اللعيب اللي زملكاوي وما كانش طيب ان بس الجمله دي اهلها صح. بس هي الفكره هنا هو بيحلل الماتشات. لا انا قصدي ان هو مش بتاعتك يا وليد. يا وليد الالتحامات مش بتاعتك زي ما انت ما هو خلي بالك ان انت لما بتدخل في المباراه قوي خلينا نتكلم احنا لعيبه بقى لما بيجي ندخل غصب عني ما بعرفش اقف. انا خلاص خدت مود ان انا بضغط هنا وهنا. بس من الذكاء والخبرات يا رضا ان انا ابدا اعرف انا حته اكمل الماتش ازاي، عارف زي افرق ازاي. لا هقول لك زي احنا بنبقى في اي مشكله بنتعصب بنتحول. في ناس بنتحول ما بنعرفش نسيطر، وانت عارف الكلام ده يعني مش عايز اقول اكتر من كده. في ناس شخصياتها بتتغير في العصبيه. فانت بتتكلم في وليد ان في وقت بقى هو عصبي في الوقت ده عايز يكسب هيتحول. طب انت بتضحك على ديني. لا انا ما قلتش حاجه. انا ما قلتش حاجه. ماشي. يعني خلاص احنا قيمنا علي معلول، وكان شايف انك انت واخده المباراه القادمه ده كان مهم. مهم. مهم في التوقيت ده. طب لو قيمت صبر رحيل. صبر رحيل بقى انا باك ليفت. يعني المفروض ان انا بقفل، بدافع، بعمل اوفر. باك ليفت تقليدي عايز. باك ليفت تقليدي جدا. تقليدي. بيلعب في حدود امكانياته، ما عندوش حته ال ال يعني شفته في مباراه الترجي بيغل وبيلعب وبيجري. ما اعرفش انا بالنسبه لي لعيب النادي الاهلي او اللعيب الانديه الكبيره لازم يبقى في فرق بينه وبين اي حد تاني. لازم. فانا مش حاسس الفرق لحد دلوقتي. لازم. هو لعيب كويس ولكن مش حاسس الفرق. لعيبه ومحترفين لازم يبقى في فرق يا ميدو. ما ينفعش يبقى باك ليفت بس. ما ينفعش يبقى باك رايت بس. احمد فتحي لو باك رايت بس مش هينفع. او امكانياتهم لا تسمح. هي الفكره كلها ان انت لازم تبقى عامل فرق، لان الفروق دي هي اللي بتخلي اللعيب يلعب في النادي الاهلي او نادي بطولات. يعني احمد فتحي ضرب اسمه ايه يا عم في الاعلان؟ في الاعلان بنتكلم في الاعلان. شخصيه غير احمد فتحي خالص. لا احمد فتحي بدا يضرب كمان دلوقتي. بالظبط. وتكالج وحاجات. لا موضوع تاني. احمد فتحي اللعيبه النادره قوي. طبعا مش هيتكرر. ايه المفروض يعمله النادي الاهلي يا رضا عشان يعدي مباراه كامبارا؟ يفضلوا قافلين زي ما احنا قافلين. ما حدش يخترق النادي الاهلي. سواء في مجلس الاداره او في اللعيبه او الجهاز الفني. وده موجود على فكره، وده ميزه في النادي الاهلي. دايما تلاقي الدنيا مقلوبه وهم ما فيش حد. يعني فيش حد، وكل واحد في حتته.
مجلس الاداره مع نفسه بيفكر في الصفقات ويفكر في شغله، والجهاز الفني بيفكر في حتته، والناس كلها بره مموته، يعني عارف اللي هم مموتين بعض على التلفزيونات والدنيا مالهم، هم مفيش، وكل واحد بيطلع يجود وكل واحد بيطلع يفتي بيفتي. احنا بنفتي في قنوات بتطلع تقول حاجات انا ما بفهمهاش. انتوا ناقصكوا، انتوا يا جماعه مش ناقصنا حاجه والدنيا تمام، انا مش فاهم. انا معلش كابتن محمود الخطيب بطل، انا دايما احب اقول الجمله دي، كابتن محمود الخطيب بطل كوره، ونادي الاهلي لسه نادي الاهلي لحد النهارده وبطولات وكل حاجه، وكل الناس هتبطل وفي حد هيقعد، ولكن الفكره ان انا بجيب بديله وبدور على لعيب تاني وتالت ورابع، لان الاهلي مش هيقف على اي حد ايا كان هو مين بالظبط، ايا كان وضعه ايا كان امكانياته مش هيقف عليه. كل الناس زيدان بطل، انا في وقت من الاوقات زيدان ورونالدو لما بطلوا كوره قلت مش هلاقي لعيبه تاني خلاص، بالظبط مارادونا جه ميسي بلي حته تانيه خالص. فهي الفكره كلها ان العجله دي دايره، الفكره كلها ان انت بس ازاي تنسق بقى، ازاي في ازماتك تحلها، ازاي في ازمتك وفي عز مشكلتك تدير المشكله. هنا الفرق بين النادي الاهلي واي نادي تاني، الازمه انت بتديرها ازاي، في عز ما الدنيا عامله كده انت بتدير جوه ازاي وانت شغال في ايه. انا ماليش علاقه باللي بيتقال ده، لان انا لو حطيت وداني مع الناس بره الدنيا واقعه، ما بيحطش ودانه يعني بالظبط كده يعني. فهي دي هو ده الفرق، ان انت بتدير ازمتك ازاي. وهنا النجاح النادي الاهلي. الانديه معظم الانديه ازماتها كلها موجوده في التلفزيونات. يعني كابتن حسام بدري لما اتفرج على مباراه الترجي طلع منها بايه من وجهه نظرك؟ طلع مننا لازم نكسب. طلع يعني الفرقه صعبه، ولكن على فكره الترجي احنا كان في اخر 10 دقائق انا شايف ان احنا كان ممكن نكسب، يعني لو كان في دوسه كمان كده كان نكسب بالترجي، لان الترجي كان واقع بدنيا في الـ في الـ في المباراه دي، فكان ممكن نكسب. الفكره كلها ان انت لازم طريقه النادي الاهلي، لما بتكلم في حاجه فنيه بتكلم من وجهه نظري، لا بعلق على جهاز فني ما خالص ما بعلقش على حد. انا شايف ان النادي الاهلي يعني ايه النقاط اللي طلع منها كابتن حسام بدري عشان بقى كامبلا؟ اتفضل. ما انا بقول لك انا وجهه نظري برضو، مش هقول هو طلع بنقط ايه، لان انا من وجهه نظري ان النادي الاهلي لسه بيلعب بنفس طريقته القديمه اللي هي ما فيهاش ازارو اصلا. طب شخصيه وليد ازارو هنا سريع جدا وبيعمل لك تحركات هايله، ما فيهاش عبد الله السعيد وما فيهاش عبد الله. فالنقطه احنا لسه بنلعب بنفس الاثنين دول، لكن يعني الكابتن حسام بيلعب بالطريقه اللي هي بتقول ان ازارو موجود وعبد الله موجود، احنا مش الاثنين مش موجودين. شخصيه هنا وبالاخص اكتر من عبد الله محسن مروان. هو ما بيلعبش الحاجات الطويله، هو بياخد العرضات هايل. يبقى انا لازم اغير سياسه اللعب هنا من على الاطراف، لان لما لعبنا على الاطراف في الترجي الوضع اتغير تماما، بقى في شكل وفي خطوره وفي هدف. فهنا انت تغير شخصيتك علشان اللعيب اللي بيفنش عندك هو اللعيب الاخير، فانت بتلعب على شخصيته، وشخصيته اللي هي ايه؟ الاوفرات من على اليمين شمال، تحركات اللي هو في ال 18، مش هلعب طويل، مش هلعب، مش هستنى من المران وهو يعمل سبرنت يمين او شمال عشان ياخد شخصيه وليد، ده مش موجود. اللعب القصير اللي من العمق ده عبد الله مش موجود، فانت لازم شخصيه تغير. خلينا نقف هنا، لو قارنت ازارو بصلاح، صلاح محسن، ما هو ازارو كان جاي لك بلا خبرات صح؟ طبعا. وازارو صبرنا عليه كتير، مش كتير عندك يعني، صبرنا عليه، مش قصدي كتير قوي، مش انا اسف، انا معاك حق. مش كتير قوي يعني. انا بتكلم عن الناس اللي هي كانت قلقانه. بالظبط. ماشي. اداله فرصه كبيره. تمام صح. ما انت عندك نسخه ثانيه من وليد ازارو، نسخه بس لا بس انا عندي بديل دلوقتي قوي، ازارو موجود. في وقت ازارو ما كانش عندي بديل. لا انا بتكلم على صلاح محسن. انا بكلمك ان توقيت ازارو في النادي الاهلي مين كان بديل موجود مكان وليد ازارو؟ ما كانش فيه، فكان عنده وقت يسيبه، ما عنديش حل. تمام. انما دلوقتي انا مش هستنى على مروان، على صلاح محسن، لان انا عندي ازارو موجود وعندي مروان كمان موجود. انا عندي اثنين اقوياء جدا موجودين. فانت هتستنى شويه، لو الاثنين دول مش موجودين كان هيستنى على على انا بتكلم صلاح. دلوقتي انت بتقول الكابتن حسام بدري بيلعب بنفس طريقته في عدم وجود ازارو وليد وعبد الله. تمام. ونفس نفس القصه، نفس الدايره زي ما الكابتن حسام البدري شغال بنفس. طب انا عندي بديل ازارو نفس الشكل مستنسخ مع الدقه بقى اللي هو صلاح محسن كمان، خلي بالك. ما هو انت انا صح، انا فاهم قصدك، انا ما عنديش حته عبد الله، مع ان عندي ممكن اعمل عبد الله كتير. ما هو لا مروان ماشي كويس، ما انا بتكلم في كده، هو مروان ماشي كويس. انا قصدي ان انت يعتمد على الاطراف، لازم يعتمد على الاطراف، لان الشخصيه اللي بتفنش عندك وبتلعب على الاطراف بيلعب عنده دي ميزه. وال 18 ما عندوش حته ان هي بنعمل العمق وبنعمل على هجمات المرتده بتبقى صعبه عليه شويه، بيعملها. مين تاني بيلعب بدماغه يا رضا؟ لا هو بس مروان بس. هتلعب كروس على واحد؟ هو موضوع صعب. ما انت خلي بالك، لا ثانيه مش صعب، لا انت تفكر شويه. انت في المباراه الاخيره اللي هي الترجي، ما هو انت جبت هدف،
وضيع كام كوره برضه نفس الكلام. لا انا قصدي العرضيات عموما بالتعامل، هو بيعرف يتعامل حتى في على الارض وهو بيلعب كويس. تمام. انا بتكلم ان طريقه اللعب ان هي اللي فيها سرعات ما كانتش تناسب النادي الاهلي طبعا اكيد، بس ربنا بيدي كل واحد امكانياته طبعا. يعني اللي في وليد ازارو مش هتلاقيه في مروان، اللي في مروان مش هتلاقيه في خلي بالك ان انا الفكره هنا اللي انا بقول لك ليه بتتغير. احنا بنتكلم في 2001 مستر مانو لما جه النادي الاهلي كان بيلعب بثلاثه، لان كان عنده كنت انا وبيبو في سرعات عنده، فبيلعب براس حرب وبيلعب اثنين. يا ابني ما تجيبش السيره دي يا ابني، في ناس بتزعل. طيب لا مش قصدي والله، انت بتاخدني في حته ثانيه. فكنا هنا بنلعب بثلاثه عشان طريقه اللعب هنا. انا عندي لعيب بلال بيعرف يقف على الكوره، عندي اثنين سرعات. لما احنا ما بقناش موجودين وبقى موجود فيلافيو وعماد، الشخصيه اتغيرت، بقينا بنلعب براسين حربه. فهنا الشكل انت بتغيره على الشكل الجديد او السيستم. هو مش الطبيعي انه يفضل يلعب برده ثلاثه، لان هو اللعيبه اللي عنده اتغيرت النوعيه، بقى عنده تريكه بيلعب على الارض وعنده اثنين روس حربه مميزين، فلازم يبدا يلعب من على الاطراف بقى. فالشخصيه هنا بتتحول على حسب ال التركيبه اللي انت عاملها في النادي الاهلي. تمام. طيب نطلع نشوف تقرير عن اراء الجماهير في مباراه الاهلي وكمباراه سيتي لغايه لما نشوف موضوع رضا وبيبو ده، ونرجع لكم على طول. نكسب يعني فرق سكور كمان على فرقه قويه طبعا، فرقه كامبالا دي، وانا بتوقع ان شاء الله 3-1 ان شاء الله باذن الله. نعمل اللي علينا وربنا يوفقنا ان شاء الله، وهنيجي بالثلاث نقط وهنرجع بالنجمه التاسعه للنادي الاهلي. كامبالا سيتي فريق كويس طبعا، وما تستهترش باي فريق حتى لو هو ضعيف، بس الاهلي ان شاء الله قادم، والاهلي فريق كبير يعني، والاهلي بطل افريقيا واسد افريقيا. باعتبار ان ده ماتش دولي، فانا اتمنى ان النادي الاهلي يكسب يعني. وبالنسبه للعيبه، لازم بطولة افريقيا منفصلة عن الدوري وعن الكاس والاحداث اللي حصلت قبل كده، فلازم اللعيبة تركز ويبقى في استقرار يعني فني واداري وكده. الماتش ان شاء الله الاهلي بهدوء طبعا، والاهلي خبرة اكتر ولعيبة دلوقتي كويسة، ومجلس الادارة بيساند وبيساعد وماشيين في طريق كويس. هنعمل مباراة كويسة عشان الاهلي طبعا احنا عارفين ان هو متعادل مع الترجي الماتش اللي فات، وطبعا الغيابات فهتأثر فينا الماتش الجاي، وان شاء الله نعمل ماتش حلو. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني ده كان رأي الجماهير، كل الجماهير متفائلة، كل الجماهير عندها ثقة في النادي الاهلي في كامبالا سيتي ان شاء الله في اوغندا. برضو شايف المباراة ازاي؟ انا شايف المباراة صعبة. صعبة من ناحية ايه؟ صعبة من ناحية ان احنا محتاجين بطولة افريقيا. ده ضغط تاني خالص بقى. يعني سيبك من ان النادي الاهلي خسر مباراة او الظروف اللي احنا بنتكلم فيها، احنا دلوقتي عايزين احنا عارف اللي هو بيقول الكابتن حسام بدري ايه، احنا البطولة دي احنا محتاجينها. احنا محتاجينها، مش يعني ما تفكرش. لا ده الكابتن خطيب قال حاجة غير كده. الكابتن خطيب في المؤتمر اللي عمله قال انا بفكر ازاي ناخد مركز متقدم في بطولة العالم للاندية. يعني عدينا مرحله افريقيا. ما انا بقول لك يعني عارف اللي هو ايه الموضوع بقى. هي هو دي الازمه الحقيقيه. اكتر من ان زمان الناس بتقول ان في ازمه او ما فيش الكلام اللي بيتقال ده. ان الازمه الحقيقيه ان انت النهارده انت محتاج البطوله دي. بالنسبه لي احنا محتاجينها خلاص، بقى لها فتره واحنا خلاص بقى لو مش هينفع دي تطلع كده. فدي بقت ضغط على اللعيبه وعلى الجهاز الفني، وهم عارفين ان دي بقت مطلوبه او بقى مطلب جماهيري بالنسبه لك ان هو انا محتاج. طيب بطوله غير ان انت عايز بطوله افريقيا، صعبه في ايه تاني؟ صعبه في الاجواء بتاعتها والظروف اللي الجهاز الفني بيشتغل فيه. يعني شايف ان كابتن حسام من الناس المظلومه في الجزئيه دي، لان هو من وقت ما اشتغل في النادي الاهلي ودايما في ناس دايما بتنتقده انتقاد عنيف جدا. وفيهم ناس في النادي الاهلي، يعني مش عايزين نقول برضو ان الناس كلها دايما من بره، ولكن في ناس شايفه ان لا الكابتن حسام ما يبقاش ماسك النادي الاهلي. فدايما برضو الحاجات اللي انت عارفها بقى المجال عموما. فانا شايفه هو مظلوم في الجزئيه دي. هو الراجل اشتغل فتره طويله مع النادي الاهلي وحقق نجاحات وماشي كويس جدا. الصعوبات اللي هتقابله ان هو ده قدرك في النادي الاهلي، ان انت لازم طول الوقت تكسب، لازم طول الوقت يبقى معاك بطوله. يبقى احنا النادي الاهلي واخد دوري ومحقق نتائج هايله في الدوري، خسرنا ماتش الدنيا مقلوبه، احنا عايزين افريقيا وازاي تخسر ماتش؟ يا جماعه ما هو محقق نتائج والراجل ماشي كويس، وعلى فكره بينزل ريال مدريد بيخسر بيخبط وبيلعب على نهائي بطوله اوروبا. فهي الفكره النهارده انا قلت كتير قوي بالقياسات
انا قلت قبل كده ان مانشستر سيتي طلع من ويجن درجه تانية في كاس لا الكاس ده ظروف تانية خالص بالظبط الكاس في ما في العالم كله نفس الازمات وبرده الزمالك وياما فرق اكبر من كده وبتخرج ولكن هي اهميه خالص غير ان هي اهميه جماهيريه دايما بقول كده اهميه جماهيريه دي مباراه فاصله مالهاش علاقه باي بطوله هي لها علاقه بالمنافس بتاعك التقليدي بس فانت حاله احترافيه دلوقتي يا رضا انا في حاله احترافيه دلوقتي الحاله الاحترافيه الناس تزعل مني لما بتكلم كده صراحه لا ما هي الحاله الاحترافيه مستر طب مستر منو لما سافر وساب الفرقه ما حدش اتكلم ليه في التوقيت اللي هو بس كنا بناخد كنت واخد الدوري كنت واخد الدوري واخد كاس واخد ماشي طيب لا يعني الفكره اللي هنا الوضع مختلف الوضع هنا مختلف هندخلنا في قصه ثانيه هندخلنا في قصه ثانيه هو الزمالك 2-0 والدنيا ما اتقلبتش زي دلوقتي ولا مش عايز ادخل في القصه لا والله طب لو قدامك القايمه دي تختار منها تشكيل ايه يلعب مباراة كامبالا سيتي قدامك القايمة؟ أنا مش قدام القايمة ولكن يعني اللعيبة اللي هي لعبت ترجي غالبا هي اللي هتبقى موجودة يعني نفس اللعيبة مش هتغير أكيد طبعا الشناوي مثلا هيبدأ طبعا المباراة عندك سعد سمير أكيد هيبدأ المباراة أقول لك أسماء نجيب سعد سمير عندك نجيب وعندك أحمد فتحي محمد هاني طبعا أحمد فتحي باك رايت ولا في نص الملعب؟ لا هيلعب باك رايت أكيد أه في غياب لو عمرو السولية غاب لا يبقى احمد هيدخل في نص الملعب طبعا ويلعب هاني لكن في الطبيعه احمد فتحي ناحيه اليمين وعمرو السولية وحسام عاشور لو الاثنين سلام طب الثلاثه اللي تحت الفيرود كابتن حسام بدري هيلعب بنفس الطريقه اذا افرضنا ان هو يلعب بنفس الطريقه هيكونوا مين مروان في عندك اللي تحت الفيرود اللي تحت مروان. الفيرود في باكا في احمد حمودي في ميدو جابر في احمد حمدي في اسلام محارب اسلام محارب موجود يا جماعه اسلام محارب موجود وليد سليمان مصاب وليد سليمان موجود مصاب ليه لا ما انت ما قلتليش وليد سليمان وليد يعني. سليمان اهو ما تقوليش لا وليد مش هينفع عارف اللي هو يعني ما ينفعش يعني يعني وليد سليمان انا وليد لازم يبدا تمام مع مين بقى مع اثنين مين بقى غالبا ميدو جابر بيلعب بقاله فتره طويله ممكن يدخل في الحته اللي هي تحت تحت راس الحربه هي اللي عندنا اللي فيها شويه اللي هي ناحيه اليمين شويه هي اللي فيها اللي كان بيلعب فيها مؤمن وانا كنت معترض على فكره ان مؤمن هو يبقى اعاره انا شايف ان هو ما كانش ينفع لان لعيب مهم جدا جدا ان شاء الله يعني كان مهم جدا ومؤثر في نادي الاهلي وفي الجزئيه دي ولكن عندك بديل انا رايي اسلام محارب لازم ياخد لازم ياخد اسلام محارب من البدايه شخصيته كويسه وقويه وما بيخافش وجريء وماشي كويس وبقى عنده رصيد عند جمهور طب تدي مروان ولا صلاح محسن مروان نورتنا وشرفتنا يا كابتن رضا حبيبي يا كابتن ميدو ربنا يخليك وبعدين بعد كده ما تقولش انا وبيبو والسرعات والكلام ده ما بلاش مش هتكلم انا اللي بفضل قاعد في الاستوديو انت اللي مكمل صح برافو عليك نورت وشرفت حبيبي يا ميدو ربنا يخليك كابتن رضا شحاته نجم الاهلي ونجم مصر نورني وشرفني في هذه الفقره واتكلمنا فيها عن حاجات كتير قوي ان شاء الله بعد الفاصل هيكون منورنا كابتن سمير عثمان الحكم الدولي السابق عشان نتكلم برضو في شكل التحكيم واحصائيات تحكيميه كده هنتكلم فيها ونتكلم في الازمات التحكيميه الحاليه فاصل استنوا